يعني ما بيعرفوا انه انا لازم ادخل على الويب سايت وادخل على الرابط الالكتروني وافتح هاي النماذج واستخدمها. انه كلنا متعودين نروح على كاتب الاستدعاء ونعطيه دينار او دينارين وهو يكتب لنا. هلا هم صراحه احنا تعودنا عليهم، واكيد يعني كان لهم يعني هم بيقدموا المساعده للناس. في ناس مثلا ما بتحب تطبع الورقه من الكمبيوتر او ما بتعرف تستخدمه اصلا، فهم مرات بيسهلوا يعني على بعض الناس. ما بنقدر ان نحكي انه الموضوع كثير سلبي يعني.